أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن جاء لأداء العمرة وطاف بالبيت وكان في بلده يطوف بالقبور؟ الواجب على من يطوف بالقبور أو يدعو الموتى أو يستغيث بهم أن يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام من جديد، لأن الذي يستغيث بالأموات ويذبح للأموات ويتقرب إلى الأموات هذا مشرك، الشرك الأكبر، فعليه أن يتوب إلى الله وأن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في الإسلام من جديد. الله لم يشرع الطواف إلا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، أما القبور فلا يطاف بها ولا يصلى عندها ولا يذبح لها ولا ينذر لها، ولا هذا شرك أكبر، دعاء غير الله عز وجل، ذبح لغير الله، عبادة لغير الله، هذا هو الشرك الأكبر. فالواجب على من وقع في شيء من ذلك المبادرة إلى التوبة والدخول في الإسلام من جديد، لأنه كان قبل ذلك على غير الإسلام، ما دام أنه يشرك بالله فهو على غير دين الإسلام.